السلام عليكم أعزائي الطلبة، رحب بكم في هذا الدرس. عندنا صفحة 33، يقول لي هنا next you need to write a message inside a card. والآن يعني أنت تحتاج إلى أو next يجي بعد ذلك، أنت تحتاج إلى كتابة message، رسالة داخل الكارد، البطاقة. هاي البطاقة اللي هنا عندنا. زين، you have some options، لديك بعض الخيارات. On what to write، حول ما يعني تكتبه. Try each type of message below، حاول أن تجرب يعني كل نوع من المسج من الرسائل في أدنى. إن يقول إن an acrostic poem، هذه القصيدة الهرمية مثلا، الهرمية تصير يعني من فوق لجوة. The first letter of each word spells out a message، يقول الحرف الأول من كل كلمة spells يلفظ يعني في الرسالة. شوف هنا example مثلا، go slowly. هنا طبعا أيضا بالجي، يبدي بالجي، بالإي، بالإي، بالتي، وهكذا. أنا طبعا رتبت لكم هنا مثلا go slowly، يمشي مثلا ببطء. go quickly، يمشي بسرعة. eat well، يأكل بشكل جيد. earn well، يكسب بشكل جيد. take your time، خذ وقتك. talk politely، تكلم بأدب. wait، انتظر. want، يريد. every day you feel better، كل يوم أنت تشعر أنك على ما يرام. each time you will get better، في كل وقت أنت سوف تشعر بتحسن. lots of، learn a lot، كثير من، تعلم كثيرا. love، let out، وهكذا. let out لنخرج أو هذه، وهكذا. okay، زين. هنا يقول لي الآن، هنا يقول often people write funny messages، غالبا الناس يكتبون يعني رسائل مضحكة مثل هاي اللي انتشفتها. زين، اوكي، زين. او هذه، هاي اللي موجودة، العفو، هذه هاي الهرمية، هاي اشبه بالقصيدة الهرمية من فوق لجوة وهكذا. هنا يعني مثلا يقول له please hurry up and get well، رجاء اسرع ويعني تعافى، يعني تعافى من المرض. مثلا I need help with my math، انا اريد المساعدة في الرياضيات مالتي. homework، واجب الرياضيات مالتي، يعني شيء ما يشبه شيء، شيء هزلي. هنا get better، تحسن. quickly، تحسن او تعافى بسرعة. I haven't got anyone to laugh at، انا ليس لدي احد حتى اضحك عليه، يعني تعافى بسرعة، طيب بسرعة، ما عندي احد اضحك عليه غيرك، وهكذا. مثلا write your own funny message، هنا اكتب اي شيء، بس شيء ما يشبه شيء، يعني اشبه بالرسالة الهزلية. it's also very common to write serious messages، يقول من الشائع جد شائع ايضا كتابة رسائل تكون جدية. I miss you، أفتقدك. I hope you come back to school soon، أأمل أنك يعني سوف تعود للمدرسة قريبا. hurry up، أسرع. and get better، وتحسن أو تعافى. write your own serious message، اكتب الرسالة الجدية مالتك، تكتب أي شيء أنت تحاول تكتبه. هنا عزيز الطالب، هسه أنا ساعدتك بهذه، كتب الدني يعني فد شيء، هذا شوية صعبة، بيها صعوبة لأنه حرف تكتب بحرف، بس هنا فد شيء ما يشبه شيء، هاي بالنسبة للهزلية، وهنا يعني فد شيء يعني جدي، فد شيء جاد، يعني شيء حقيقي أنت تكتبه. which message do you prefer، أي رسالة أنت تفضلها، يعني الجدية أم الهزلية أم الهرمية. زين، read your partner messages، اقرأ الرسائل مال الزميل مالتك. do they give you any ideas، هل تعطيك أي أفكار؟